كما كشف العقيد مبارك الخريف مدير إدارة التطوع في الدفاع المدني عن وجود 300 متطوع ومتطوعة في جميع التخصصات الصحية يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن. الحقيقة للمتطوع الدفاع المدني تواجد كبير جدا في المشاعر المقدسة، والآن نحن في الجمرات عند الجمرة الوسطى لدينا في الجمرات ما يقارب من 300 بين متطوع ومتطوعة، كلهم ذوي تخصصات طبية عالية جدا، متطوعين ينتشروا في جميع مرافق الجمرات، ولنا تنسيق مع المراكز الصحية في الجمرات. الحقيقة أنه التطوع سمة بارزة لشبابنا السعودي، وأبلوا بلاء حسن في إظهار الوجه الحسن، وأنه الشاب والفتاة السعودية على قدر عالي من المسؤولية، وأنهم محبون للعمل التطوعي الذي تقاس به الأمم من حيث رقيها. وأنا أرحب فيكم في المنشط هذا. الحقيقة احنا نركز على مجموعة من الإصابات اللي غالبا ما تنتشر في أوساط الحجاج، اللي هي القدم السكري والإجهاد الحراري وضربات الشمس. أيضا متطوع الصحي للدفاع المدني يقدمون مختلف الرعاية الصحية والإسعافية لكافة الحجاج بمختلف شرائحهم.